بدأ اليوم في البورصة المصرية تداول سهم أكت فاينانشال للاستثمارات، وهو الإدراج الأول منذ حوالي عام. السهم يرتفع ب30% تقريبا، حيث تم الإدراج على سعر درهمين أو 2.90 جنيه. قبل أن نتحدث عن الشركة، نذكر بأنه آخر إدراج عام هو سهم طاقة عربية، سهم مرتفع منذ ذلك الحين بأكثر من 3100% من سعر الاكتتاب اللي كان نصف جنيه. على كل الإقبال على اكتتاب أكت فاينانشال كان ملفت. الاكتتاب العام على 60 مليون سهم تمت تغطيته ب 55 مرة، أما الاكتتاب الخاص على 300 مليون سهم فتمت تغطيته ب 20 مرة. القوائم المجمعة للشركة أظهرت نمو الأرباح بنسبة 79% إلى 109 ملايين جنيه في النصف الأول من العام، وذلك مع تضاعف الإيرادات إلى 261 مليون جنيه.